توصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في جبهات حجة لليوم الثاني على التوالي، وتركزت في مديرية حرض الحدودية وفقا لمصادر ميدانية. وأكدت المصادر أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي تمكنت من تدمير آليات ومواقع حوثية وبطاريات إطلاق صواريخ في المديرية، وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة من الغارات استهدفت مواقع حوثية ومنصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة في مديريات حرض وميدي ومستبأ وشرق حيران. شكرا لمشاهدتك قناة الجمهورية، سنسعد باشتراكك بالقناة وتفعيل الجرس وإعجابك بالفيديو.